السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة، مساكم أمطار ورحمة. ما شاء الله الآن أمطار على دبل فجيرة، أمطار الرحمة تبارك الرحمن. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين أنا موجودة في منطقة زكت، وبالتحديد من أمام سد العصفة. هذا السد يسمى بسد العصفة، لكن مثل ما شايفين ما في ماي. بنصير إن شاء الله سد الكبير، سد العويس مثل ما هو معروف، سد العويس، سد زكت. فإن شاء الله راح نشوف الماي هناك إن شاء الله. وطبعا هذا من السدود الصغيرة اللي تكمل دربها للبحر. فالحين راح نشوف السد الكبير. عاد الحين وصلت لسد زكت اللي هو نفسه سد العويس. راح تنبهروا من اللي راح تشوفوه. طبعا هذا من السدود الضخمة المعروفة في إمارة الفجيرة، سد زكت أو مثل ما معروف سد العويس. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، هذا كله امتداد سد زكت وسد العويس. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، بسم الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين المنسوب؟ حتى المؤشر مختفي، ما باين المؤشر، عسبت اشوف المنسوب. لكن منسوب ضخم ما شاء الله، شوفوا اليابسة وين، ما شاء الله. بس غريبة ما اسمع صوت الضفادع اليوم، وانا متعودة من اي هنا يغنوا الضفادع. عاد الحيور اهل اليبال بعضهم يسموه شفدغ، شفدغ الضفدع يسموه شفدغ. هذا البقعة الشفادغ فيها على كيف كيفكم، لكن صراحة المنظر. هذا جانب آخر السد، عاد هذا سيلفي جميل للذكرى أمام هذا المنسوب الضخم من الماء، ماء المطر لسد العويس 2019. هذه الزاوية الأخرى من الطرف الآخر للسد. ساعة أنا كنت هناك، الحين بالجهة الثانية. شايفين المنسوب بحجم السد أساسي كذا، مثل ما ذكرت أحد السدود الضخمة والكبيرة في إمارة الفجيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اللي بيزور هذا السد انا ما انصح اي من الدرب اللي جيته اي الطرف الاخر، لان الشارع من هذا الصوب خربان ومتكسر. فتعالوا من صوب القرية الاثرية لزكت من قدام. فهذا هو سد زكت او سد العويس في منطقة زكت. شايفين المنسوب ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا احد المشاريع الضخمة للمحافظة على مياه الامطار والسعي لرفع منسوب المياه الجوفية. في كان حد قاعد يسألني شو يصير بمياه الامطار عندكم في الدولة،
الحمد لله الحكومة الله يديم عزها سوت السدود على مستوى الدولة، وهذا أحد السدود اللي تم تجميع فيها مياه الأمطار. طبعا هذا تجميع مجموعة أودية تحدر تتجمع في هذا السد، نفس النمط في البصيرة، في دبة، في الراكبي، في دلم، في سد حام، على مستوى الإمارة، على مستوى الدولة، كل السدود تم إقامتها لتجميع مياه الأمطار والاستفادة والإفادة منها.